بسم الله الرحمن الرحيم، معكم حسن مصطفى iOS developer. انا حابب ابدا معكم النهارده اول كورس iOS developer عربي updated. هي الفكره، انا عايز اتكلم عن كام نقطه في الاول من الكورس ده. اول حاجه حابب اشكر مبارك، محمد مبارك، ده آخر حد خد معايا كورس مع بعض الزملاء يعني، وهو اللي عمل إيديت على فيديوز دي. كنت أنا بشرح لهم في الكورس وكان بسجل لهم، هو عمل إيديت طبعا لأن في أصوات وفي ضحك وكده، فهو على قد ما يقدر فشال الكلام ده وحط الإنترو كده. فأنا بشكرك يا مبارك، تسلم إيدك. تاني حاجة عايز أقول، الكورس ده موجه لمين؟ الكورس ده موجه للفريش، ممكن نقول لغاية سنة كده خبرة في الأساسيات اللي من وجهة نظري أنا المتواضعة ما ينفعش حد ما يكونش، مش هقول لك مش عارفها، لازم يكون حافظها عن ظهر قلب، ما ينفعش يغلط فيها. وهي سريعا إيه كده؟ سريعا إن أنت إزاي تعمل ديزاين. الناس كتيرة جدا لغاية دلوقتي وخبرة كبيرة ما بيهتموش بالديزاين، بمعنى ان هو ما بيعملش ديزاين ريسبونسيف على كل الشاشات، بيعمله ثابت. وهتشوف ازاي هنبدا من اول ليفل خالص لغايه ما تبقى ان شاء الله بروفيشنال في الديزاين. هعلمك ازاي تفكر، ازاي تبص للشاشه وتحاول تعملها ريسبونسيف على كل الاجهزه على قد ما تقدر. هو ديزاين مش سهل ومش صعب برضو، محتاج برضو طريقه تفكير معينه كده. انا هعلمك ازاي تفكر في الديزاين وان شاء الله هتلاقي الموضوع سهل. تاني حاجة بعد الديزاين، وتشيز اهم حاجة عندنا ده من وجهة نظري. النقطة التانية ازاي تتنقل ما بين تنافيجيت ما بين الشاشات وتنقل داتا، سواء رايح من شاشة لشاشة او راجع من شاشة لشاشة، ودي ليها كذا طريقة كده يعني، اشهرهم 3 او 4 طرق. بعد كده هنتعامل مع التيبل فيو، وده من اهم الكومبوننتس الموجود عندنا، والكوليكشن فيو برضو شرحه. بعد كده ازاي تتعامل مع الاي بي اي. تمام، النقط دي ما ينفعش تغلط فيها، ما ينفعش ان انت تفكر في اي حاجة فيهم، لازم تبقى عارفها، ده من وجهة نظري طبعا. غير كده انت ممكن تسيرش بقى يعني اي حاجة ادفانس التانية ممكن تسيرش عنها. تمام، بس الاساسيات دي ما ينفعش تبدأ من غيرها يعني، ما ينفعش تروح تشتغل وانت ما بتعرفش ازاي تديزاين صفحة، لان الكلام ده مش هتعرف توصله عن طريق السيرش. انت ممكن في الكود تسيرش على ستاك اوفر فلو عن اي الجوريزم او اي فانكشن عندك، لكن الديزاين هتسيرش عليه ازاي؟ هتكتب هاو تو ديزاين ريسبونسيف، مش هتلاقيه. وللاسف على حد علمي برضو ما فيش شرح كامل للديزاين، فان شاء الله هنحاول. ايه هتبقى اول نقطة يعني منفردين بيها، ان انت هعلمك ازاي تديزاين اي شاشة ريسبونسيف على اي جهاز. طيب هنبدأ ازاي؟ اول حاجة الناس اللي ما عندهاش اي خلفية عن البرمجة، انت يا اما معاك جهاز ماك زي ده اللي انا شغال عليه، او معاك جهاز عادي. فانا هسيب رقمي في شرح الفيديو او على الجروب iOS developer in Egypt، فاي حد يتواصل معايا وانا هوصله بحد ممكن هيركب لك حاجة اسمها كنتوش، اللي هو حاجة كده هيعمل لك زي بدل الويندوز، هيعمل لك نظام اكن الجهاز اللي معاك ماك بالظبط، بس بيبقى ليه ايه شوية ريكويرمنت كده، رامات معينة وهارد معين، فدي مش بتاعتي، انا هوصلكوا بيه. تاني حاجة، احنا الاديتور اللي احنا هنشتغل عليه او السيستم اللي احنا هنشتغل عليه هو اسمه اكس كود. هو ده يعني اكس كود، ده اي دي او اديتور هنشتغل عليه، هتكتب عليه اكواد معينة. الكود ده هو اللي ايه، هو اللي هيترجم في الاخر للديزاين او البروجكت بتاعك. ده اليو اي بتاعه بالشكل ده. تمام، دي البروجكتات القديمة اللي انت شغال عليها، حاجة زي الهيستوري كده، وده create new Xcode project، هو ده اللي احنا هنشتغل عليه. تمام، اول ما بتكريت بروجكت كده، تمام، بتختار اب، بتسميه باسم الاب بتاعك، ده مش الاب اللي بيظهر على ستور، ده البروجكت عندك اسمه على الجهاز بتاعك. تمام، مش الاب، مش الاسم اللي بيظهر على ستور. تمام، هنسميه مثلا ديزاين
ديمو ماشي، تيم بيرسونال. احنا هنشتغل دلوقتي يو اي كيت لغاية اول السنة ان شاء الله، احتمال كبير اول السنة برضو نبدأ ننزل كورس عن السوفت يو اي، فانت لو حابب تبدأ ابدأ بيو اي كيت لغاية دلوقتي، بعد كده ان شاء الله ممكن تبدأ من اول السنة على السوفت يو اي لما الدنيا تبقى انتشرت وبدأت معظم الناس تستخدم اي او اس 14، لان السوفت يو اي بتسبورت من اول اي او اس 13 بس، تمام. واللغة اللي هنستخدمها سويفت طبعا. تمام. نيكست هيقولك انت هتسيف البروجكت فين، هنسيفه على الديسكتوب او سيفه في اي مكان. كرييت كرييت ماشي. ده بالنسبة لك الايه، اليو اي بتاع البروجكت الجديد بيفتح كده، تمام. ده الهيراركي بتاع الفولدرز اللي عندك والملفات، تمام. اهم حاجة في الاكس كود مبدئيا، يعني اول حاجه كده 3 حاجات، تمام. بص ان ده دي حاجه اسمها ستوري بورد. يعني ايه ستوري بورد؟ ستوري بورد من اسمها كده، هو مكان انت بترسم فيه ديزاين بتاعك، بورد بتكتب بترسم عليه، هو ده، تمام. فانت لو دوست كده على ستوري بورد اهي، مين بيفتح لك شكل كده يو اي بتاع موبايل. الموبايل ده على شكل ايه؟ الايفون اللي هنا، تمام. يعني ده شكل الايفون 11. لو انت اخترت مثلا تغير ايفون تاني، ايباد مثلا، هيجيب لك ايه شكل الايباد اللي انت اخترته، تمام. تمام. احنا عادة بنشتغل على ايه، اشتغل على اي جهاز مؤقتا زي ما انت عايز، بس اهم حاجة الديزاين بتاعك يكون ايه، يعني يمشي على كل الاجهزة. يعني لو رنيته على تليفون صغير او تليفون كبير او ايباد، يبقى نفس الديزاين بنفس المقاسات. ده اللي احنا هنبدأ بيها دلوقتي وهنحاول نعلمها لكم. عايز انبه على نقطة تاني، الكورس ده موجه للمبتدئين الفريش. ليه؟ ليه انا عملت كده؟ معظم السادة الافاضل الزملاء يعني، ودي طبعا حاجة مش وحشة، دي حاجة كويسة جدا، كتر خيرهم. وانا برضو عملت كده، نزلت فيديوهين او 3 بيبقوا موجهين للادفانسد، حاجه بقى بتشرح فيها ار اكس، ام في في ام، اركتكتشر باتر معين، وتشيز، حاجه كويسه جدا طبعا. بس دايما الناس الفريش او في اول سنه مظلومين، ما لهمش ريسورسز يذاكروا منها، فتلاقيه شغال وكل حاجه بس عنده اساسيات كتيره واقع منه، فبيعاني وبيفضل ايه، يعني في مشكله ما بين ان هو يتعلم ومش لاقي مكان يتعلم فيه او ريسورس يذاكر منه، وما بين ايه، ان هو عايز يشتغل، تمام. فهي الفكرة ان الكورس ده ان شاء الله لو انت خلصته، بس لازم تكون حافظه عن ظهر قلب. هيحط رجلك على اول الطريق، وبعد كده انت تبدأ بقى تسيرش على ايه الحاجات الادفانسد دي. نقطة. النقطة التانية، انا رجاء اللي عنده تعليق او كومنت يكتبه، لو في نقطة مش فاهمها او عايز حاجة توضيحة اكتر، فممكن نعمل عليها سيشن، مفيش مشكلة. والنقطة التانية، إن أنا الناس اللي تعرفني سواء بدي كورسات أو بسجل سيشن، أنا ما بحضرش الكلام اللي بقوله خالص، نيفر، عمرها ما حصلت. أنا بفتح اللابتوب وأدي الكورس أو أسجل، ما بحضرش. فممكن تلاقيني في النص عادي، في حتة وقعت مني، ده عادي، ده طبيعي يعني، مش أنت مش لازم تكون حافظ كل حاجة، وأسيرش عادي ومفيش مشكلة برضو، فاهم؟ ليه يعني كسلا، مفيش وقت ان انا اقعد احضر، عندي شغل الكلام ده يعني، تمام. ماشي. طيب بسم الله نبدأ بقى. وتاني بشكر مبارك، كتر خيرك يا مبارك، انت اللي عملت الفيديوهات دي، فتسلم ايدك، بسم الله. ده اول حاجة الستوري بورد، ده اللي احنا بنديزاين عليها، بترسم الرسمة بتاعتك عليها، بيجي لك الديزاين، الديزاينر او اليو اي، ده زميل بيبقى معاك في الشركة بيديك الديزاين كده، سواء على اكس دي، هنشوف برضو الكلام ده. فانت وظيفتك تحول الديزاين ده لحاجة فيها روح، يعني هو بيديك مثلا مجرد اشكال واسيتس، صور والوان، فانت بتحط زرار معين او باتون تدوس عليه يعمل اكشن، تمام. فانت بتحول الديزاين ده لحاجة لايف شغالة، تمام. ايه ده؟
ده قلنا حاجة اسمها ستوري بورد. ستوري بورد أهم حاجة فيها، أو أهم حاجة هنا في الإكسكود عامة مبدئيا، 6 حاجات، 3 على الجنب هنا، تمام، دي لو مش مفتوحة بتتفتح من هنا أهي وتتقفل، ماشي، و3 تحت دول، ودي برضو لو مش مفتوحة، تمام، تقدر توسع لنفسك كده شوية. أوكي، 3 اللي على الجنب هنا، ده وده وده، ماشي، دول اسمهم ايه؟ مش لازم تحفظ الاسامي، ممكن تهوفر عليها كده هيطلع لك الاسم. اول حاجه اسمها ايه؟ اتريبيوت انسبكتور. يعني ايه اتريبيوت انسبكتور؟ اتريبيوت يعني خصائص الوان بقى، دي اللي خاصه بالالوان والفونت والكلام ده كله، تمام. اتريبيوت التريانجل ده او المثلث ده، حتى من شكله، وكان قبل الاكس كود ده كان مسطره كده، فمن شكله او اسمه سايز انسبكتور. يعني ايه سايز انسبكتور؟ يعني حاجه بقى الخاصه بالسايز والمقاسات، مقاسات الايه، الديزاين اللي عندك هنا، تمام. وده اسمه ايدنتيتي انسبكتور، من اسمه ايدنتيتي او اي دي، ده اللي ايه، ده اللي بيدي الاي دي لكل حاجه هنا، هنشوف برضو الكلام ده كله، تمام. دول اهم 3 حاجات هنا، ده وده وده، مع الوقت هتعرفهم. واهم 3 حاجات تحت، ده وده وده، برضو دول هنستخدمهم دلوقتي حالا في الديزاين، مهمين جدا، هنشوف كل واحد بيستخدم ازاي. طيب الكومبوننتس بتاعتك، تمام، موجوده فين؟ موجوده في حاجه اسمها لايبراري. لايبراري هنا من بلس، ده تدوس على البلس ده اسمها لايبراري. لايبراري، لايبراري دي فيها الكومبوننت دي. سريعا كده، ايه كل كومبوننت سريعا؟ يعني الليبل ده، ليبل يعني ايه ليبل؟ انت اوقات بتدخل مثلا اي ابلكيشن يقول لك ويلكم مثلا، ويلكم حسن او ويلكم محمد اسمك، او ويلكم وات ايفر اسمك ايه، تمام. ده ويلكم كذا، ده ليبل، ليبل انت ما تقدرش تدوس عليه تغير فيه في اي كتابة او حاجة فيها معلومات اليوزر ما فيش عليها اكشن، ما تقدرش تإيديت عليها او تغير فيها، ده ليبل. تاني حاجة بطن، بطن من اسمه بطن يعني زرار. انت عندك مثلا صفحة فيها ايميل وباسورد، وتحت زرار اسمه لوجن او تسجيل الدخول، ده الزرار. سيجمنت كنترول، للناس اللي معاها ايفون عارفة ان السيجمنت كنترول ده مشهور برضو جدا. لو انت عندك الليستة بتاعت الكونتاكتس بيبقى فيها سيجمنت زي ده، حاجة فيها ميز كولز وحاجة فيها الاسماء مثلا او الكولز، ف ده سيجمنت كنترول. كل ده هناخده بالتفصيل، بس يعني ايه سريعا كده. التكست فيلد، يعني ايه تكست فيلد؟ انت لما بتلاقي عندك فورمه فيها ايميل وباسورد، الايميل بيتكتب في حاجه اسمها تكست فيلد، والباسورد حاجه اسمها تكست فيلد. في حاجه تانية اسمها تكست فيو، اللي هو ده. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان التكست فيلد ده هو لاين، يعني سطر واحد، يعني انت مهما تكتب هو سطر واحد. لكن التكست فيو حتى من شكله، بص اهي، مالتي لاين وفي سكرول. ده فين؟ انت عندك فيسبوك مثلا، انت بتكتب بوست او بتكتب كومنت لواحد، فهنا هتستخدم تكست فيلد ولا تكست فيو؟ لا تكست فيو طبعا، لان انت بتكتب مالتي لاين، تمام. انت هتستخدم لوجن فورم او ريجستريشن فورم، يعني هتكتب ايميل باسورد حاجه واحده بس، فهتستخدم تكست فيلد، تمام. سلايدر من اسمه او شكله سلايدر، تمام. سويتش يعني اون واوف، انت عايز مثلا تقول ان اليوزر ده زي اوبر او درايفر مثلا، او نوتيفيكيشن عايز تقفل نوتيفيكيشن تفتحها، بنستخدم سويتش. انديكيتور اللي هو لودينج، تمام. بروجريس، ستيبر، ايمج فيو. طبعا ايمج فيو ده احنا عندنا الايمج او الصور بنحطها في برواز، هو حرفيا برواز اهو، برواز جوه الصورة، فالصورة في حد ذاتها ما ينفعش تستخدم لوحديها، بنحطها جوه برواز او ايمج فيو. الايمج فيو ده هو اللي بياخد المقاسات، وبالتالي بيأثر في الصوره اللي جواه، حلو. طبعا الكوليكشن فيو والتيبل فيو لسه متكلمين عنهم هناخدهم، والسكرول فيو طبعا مهم جدا جدا جدا، وناس كتيره ما بتعرفش تظبطه، فاحنا هناخد ازاي نتعامل معاه ان احنا ناخد السكرول فيو يبقى يعني دايناميك هايت على حسب الكونتنت اللي جواه. دي اشهر الحاجات، تمام. فيو ده مجرد كونتينر فاضي كده تقدر تستخدمه حاجات كتيرة، هنشوف هنستخدمه ازاي، تمام.
دول اشهر الحاجات، وبقية الحاجات مع الوقت هنشوفها. تمام، ده قلنا اول حاجة ايه؟ ده ستوري بورد. الستوري بورد هو المكان، البورد اللي بترسم فيها الديزاين بتاعك، ودي اول شاشة. هنعمل مثلا دلوقتي لوجن فورم ونشوف بنديزاين ازاي. تمام، بنجيب الكومبوننت دي منين؟ من اللايبراري بلس اللي على الجنب دي. اول حاجة مثلا لو خدنا تكست فيلد، حلو، حطيته هنا كده، ممكن تكبر كده صباعين سكرول، تكست فيلد. تمام، انا عايز احط تكست فيلد هنا. انت الديزاين اولا عشان تديزاين لازم تعرف معلومة مهمة جدا جدا، ولازم تبقى حافظها زي اسمك. الناس اللي عندها خبرة شوية عارفة ان المعلومة دي مش ما بتطبقش على كل الحاجات، بس انت كواحد لسه بادئ لازم you have to follow rules، يعني لازم تسمع الكلام في الأول، وبعد كده مع الوقت هتكتشف ان في حاجات معينة مش لازم يتطبق عليها القاعدة دي. بس انا عشان اقول لك كل الحالات هتتلخبط، فانا هقول لك القاعدة العامة اللي لازم تمشي عليها. اي كومبوننت عندك تاخده من اللايبراري لازم علشان يظبط في الديزاين لازم له 4 حاجات. طبعا تاني الناس اللي عندها خبرة وعارفة ان القاعدة دي ما بتطبقش على كله، في حاجات بتاخد حاجتين وفي حاجات بتاخد 3. تمام، طب ليه انا بقول كده؟ عشان مش كل شوية هقول لك الحاجة اللي بتاخد حاجتين وتلاتة، انت مع الوقت هتعرف الكلام ده. فانت حد لسه بادئ لازم تعرف ان اي حاجة تاخدها من اللايبراري لازم تاخد لها 4 حاجات عشان تظبط في الديزاين عندك. ايه الـ4 حاجات دول؟ الـ4 حاجات دول خلينا نمسح ده كده، الاكس اللي هو ده، ده كده اكس وده واي، دول اول حاجتين، والويتس العرض ده كده مثلا، والهايت الارتفاع اللي هو ده كده. يعني انا لو خدت مثلا باتون، ماشي، الباتون ده عشان اظبطه في الشاشه قلنا لازم ياخد ايه؟ لازم ياخد 4 حاجات. 4 حاجات احفظهم زي اسمك، الاكس والواي والويتس والهايت. اكس واي ويتس هايت، اكس واي ويتس هايت، لازم تحفظهم. طيب ليه؟ انت تخيل كده انت عندك بورد، البورد دي عايز تحط عليها حاجة، تلزق عليها حاجة، وانت لازم تحط الحاجة دي في مكان معين تبقى معروف هي موجودة فين. فاجي اسألك هي موجودة فين، تقول لي فوق على الشمال. تمام، وفوق على الشمال، فوق على الشمال ده مكانها، ده البوزيشن بتاعها. طيب فوق على الشمال ده اللي بيحددوا ايه؟ الاكس والواي. فهي فوق على الشمال، طبعا فوق على الشمال بنسبة كام؟ بأرقام معينة. تمام، ده الاكس والواي، والويتس والهايت. الويتس اهو ده الويتس، والهايت ده، تمام، الويتس اللي هو العرض، والهايت اللي هو ده. طبعا مش لازم كل كلمة تترجمها عربي، بس انت حاول تعرفها بالايه، بالمقاسات كده في دماغك. يعني ده الويتس، ده الويتس كده اللي هو ده، وده الهايت. تمام، والنقطة دي هي الايه مكانها كده في الشاشة، هي الاكس والواي، الاكس ده والواي ده، الاكس ده والواي ده. طيب خلينا ندي ده لون كده عشان يبان قدام الناس. اللون قلنا منين؟ العنوان والحاجات منين؟ من التابل اللي في النص دي اسمها اتريبيوت انسبكتور، حاجة اسمها باك جراوند كولر، اي لون كده. تمام، خلينا ندي له اسم مثلا لوجن باتون. طيب اديت له اسم منين؟ ضغطت عليه مرتين دبل كليك، هي اديت كده وتكتب فيها، او انت تختار الحاجه هنا وبوست الكلمه دي. هي كانت مكتوبه باتون فانا هغيرها واخليها لوجن او ساين ان. طبعا انت بتعمل الديزاين بتاعك انجليش الاول، وبعدين لما تخلص الاب في الاخر يعني تفضل بتحوله ترجمه للغه تانية زي العربي مثلا، وبعد كده هو بايه ممكن نعمل حلقة عن كده، عن قصة اللوكاليزيشن كاملة بتتم ازاي. وأظن باشمهندس أسامة جمال كان له حلقة جميلة جدا عن قصة اللوكاليزيشن دي، بس أنا ممكن أضيفها هنا عشان تبقى الدنيا كاملة يعني. تمام، ده الباتون، ده الزرار. حلو، تعالى كده عشان أثبت لك إن إيه لازم الديزاين مهم، ولازم الحاجة تاخد كونسترين. احفظ الاكسبريشن ده، كونسترين. الزرار ده انت لو خدت بالك كده وانا بحركه، حركته كده،
بص مديك هنا ايه خطوط كده بتبين لك اللوكيشن بتاعه هو بالظبط فين في نص الشاشة طول وعرض. يعني الزرار ده هو واضح دلوقتي قدامي ايه على حسب اللي هو رسمه لي. الخطين الزرق دول كان بيقول لك الخطين دول وهميين كده، بيقول لك ان هو مكانه فين اهو، لو انا سبته في النص كده هو في نص الشاشة طول وعرض بالظبط. تمام، ده على ايفون كام؟ على ايفون 11. طب لو انا جيت ابص على ايفون مثلا 11 برو ماكس، هل هلاقيه في النص؟ لا، هتلاقيه مش في النص. تمام، ما نجرب على ايفون تاني عشان دول قريبين من بعض، وليكن ايفون 8 او اس اي مثلا سكند جينيريشن. بص، لما انا الزرار ده كنت حاطه في النص بالظبط في الايفون 11 والايفون 11 برو ماكس، لما جيت اشوفه على الايفون اس اي سكند جينيريشن اللي هو تقريبا في نفس حجم ال 6 وال 6 وال 7 وال 8. تمام، بص مش في النص بالظبط. طيب ايه اللي يحصل عشان اخليه في النص بالظبط، او في اي، او يعني يثبت في المكان اللي انا عايزه بالظبط من غير ما اتحرك؟ يبقى لازم اثبته مكانه. ادي انت قلت اثبته مكانه. يعني ايه اثبته مكانه؟ يعني اضيف له كونسترين، كونسترين او كونسترينز، يعني مش عارف بالعربي يعني ايه، بس يعني الحاجه اللي بتقول ان الزرار ده موجود في الحته الفلانيه اللي هو الاكس بتاعه كذا والواي بتاعه كذا، البوزيشن بتاعه والويتس بتاعه كذا والهايت بتاعه كذا. فبالاخر لو رنيته على اي جهاز هتلاقيه في المكان اللي انت سبته فيه ده. فلازم تضيف له حاجه اسمها كونسترينت. الكونسترينت بتضيفها منين؟ احنا قلنا اهم حاجه في الاكس كود مبدئيا 6 حاجات، 3 هنا دول بتوع المقاسات، وده بتاع الالوان والفضات والكلام ده، وده بتاع الايدنتيتي، والتلاته دول بقى ده وده وده بتوع الكونسترينت. تمام، اول واحد فيهم واهم واحد فيهم ايه؟ ده اللي في النص ده، شوف حتى اسمه ايه، اد نيو كونسترينت، بيظهر الاسم هنا كده لما تقف عليها، اد نيو كونسترينت. كونسترينت يعني ايه؟ الحاجات اللي بتقول ان الزرار ده او الكومبوننت ده موجود في المكان الفلاني ومقاساته اللي هو الويدث والهايت كذا قد كده. تمام، ولما ترن على اي جهاز هتلاقيه ثابت، لان انا من غير كونسترينت بص لقيته مش في النص. هرجع تاني للايفون 11 برو ماكس هلاقيه في النص. تمام، فمعنى ذلك ايه؟ ان هو مش متثبت. طيب قلنا اي حاجه لازم تاخد 4 حاجات، تعالى بقى نثبته منين؟ من ده، من كونسترينت. المربع الاسود اللي في النص ده هو الحاجه اللي انت واقف عليها. انت واقف على ايه؟ على زرار، على ليبل، على فيو، هو الحاجه اللي في النص، وده اتجاهاته الاربعه، وده الويتس والهايت. طيب عامة السيستم او الريندر انجن، الريندر انجن بيبدأ يرسم منين؟ يعني نقطة البداية بتاعته في الشاشة منين؟ من هنا، من هنا، من هنا، من هنا. لا، نقطة البداية بتاعته دي. تمام، ده بالنسبة له نقطة صفر، صفر ايه؟ اكس وصفر واي، يعني ده صفر اكس وصفر واي. فهو كسيستم بيبدأ يرسم من هنا. طبعا الكلام ده بيتم بسرعة فانت ما بتشوفش، هو بيبدأ يرسم من هنا. تمام، فانت لو قلت له صفر اكس وصفر واي يبدأ يرسم من هنا كده، عرف مكانه. حلو، عرف انه هيبدأ يرسم من هنا صفر. بعد كده قلت له الويتس بتاعه 50 مثلا، يقوم عامل لك كده 100، خليها 100، يقوم عامل لك كده 100. حلو، عرف الويتس بتاعه 100. الهايت بتاعه 50، يقوم يوصل لغاية 50 او 60، اي حاجة، رقم 70 كده. فانت قلت له، لو قلت له اديت له ال4 ارقام بالطريقه بالترتيب ده، صفر صفر، يبقى ايه؟ هيبدا من هنا صفر وصفر ويمشي الويتس 50 100، هيقوم ماشي 100 من فوق كده، وبعدين الهايت بتاع 70 يقوم نازل 70 بس، فيقوم راسم لك كده. طبعا الكلام ده بيتم بسرعه جدا انت ما بتشوفوش، بس ده اللي بيحصل يعني. وهيفضل في المكان ده. تمام، فتعالى كده، طب الكلام ده الارقام دي بديها منين؟ من هنا اهي، من الكومبوننت ده، صفر اهو، صفر، بص صفر صفر، ماشي، يعني هو صفر ده ايه؟ قلنا ده واي، ماشي، الاتنين دول مع بعض واي. وفي معلومة تانية يعني لازم تعرفوها، ان ال4 حاجات اللي انت بتاخدها لكل حاجة اللي هي الاكس والواي والويتس والهايت بأي طريقة، وكلمة أي طريقة دي حط تحتها 4 5 10 خطوط كده،
ليه؟ لان انت ممكن تدي الاكس والواي والاكس والهاي بكذا طريقه، مش بطريقه واحده، وهنشوف ازاي الموضوع. بس في الاول عايز شويه تخيل كده، وبعد كده هتعمله وانت سايب ايدك زي ما بيقولوا يعني، فاهم؟ طيب ايه الارقام دي؟ دي ده الكرنت سيتويشن، يعني الويتس 100 تمام، والهايت 70. انا كنت يعني عملته ريسايز كده بايدي وهو 0 0. فانا لو اديت نفس الارقام دي، بص كده انا علمت عليها، لو انت جيت علمته بره تاني هو ما خدش الكونسترين. ليه؟ لازم عشان ياخد الكونسترين لو علمت على حاجه كده، يا اما تدوس انتر يا اما تدوس اد فور كونسترين. احنا قلنا هم 4، هم لازم يبقوا 4. اكس فين الاكس ده؟ طيب هل ده لازم ياخد من ناحيتين؟ لا تمام، من اي ناحيه فيهم؟ طيب عاده بتدي من ناحيه ايه؟ من الناحيه الاقرب للشاشه، يعني هو ناحيه الشمال، فانا هدي الاكس بتاعه من الشمال. ينفع ادي من اليمين؟ ينفع، بس انت الحته دي كلها فاضيه، فهل من المنطقي ان انا هو قريب من هنا؟ قريب من هنا فين؟ هو جاي لي في الديزاين كده، يعني جاي لي في الديزاين صوره هنا، وات ايفر. انت بتلاقي مثلا هنا كده صوره البروفايل بتاعك تمام، مدوره كده او وات ايفر كده يعني، فاهم؟ فانا عايز اديها الاكس بتاعها، اديها من هنا من الشمال ولا اديها من اليمين؟ ينفع من ناحيتين عادي، مش هيقول لا، بس الطبيعي ان انا بدي للاقرب ليا، ماشي؟ علشان الحته دي مش هتبقى فاضيه، يبقى فيها حاجات تانية. تمام. فده بالنسبه لي الايه، الاكس، وده الاكس، اي واحده فيهم عادي تمام. قلنا نودي فين للاقرب، فانا اخليه من هنا 20، من هنا 20 اللي هو الايه، الاكس، ومن فوق 20 برضو. تمام، دايما شيل العلامة دي في الأول كده، وأنا هقول لك بعدين إيه لازمتها، بس في الأول شيلها كده، وبعد كده هنعرف إيه الفرق. يبقى أنا كده إيه، اديت هنا إيه الإكس، واديت هنا الواي، فاضل إيه؟ إحنا قلنا إكس واي ويدث هايت. هدي مثلا الويدث بتاعه 200، والهايت بتاعي وليكن 100. قلنا لو دوسنا بره مش هياخد الكونسترين، لازم تدوس انتر او تدوس اد فور كونسترين. بص كده تمام. لو انت رنيت بقى على اي جهاز تاني، بصيت كده على الاس اي سكند جينيريشن، مش هتلاقيه متحرك من مكانه اهو، هتلاقيه من هنا 20 ومن هنا 20، والويتس 100، والهايت زي ما انت اديني له. طيب لو رنيت على اي جهاز هتلاقيه كده ماشي، ايا كان الجهاز، ايباد حتى تمام، نفس القصة بالظبط. ليه؟ لانك انت ثبته هنا، انت مسمرته مكانه تمام، فهو مش هيتحرك عن المكان ده. طيب دي اول نقطه. يبقى احنا عرفنا مبدئيا ان السيستم بيبدا يرسم من هنا، دي نقطه البدايه بالنسبه له. الريندرنج انجن اللي هو المسؤول عن الكلام ده، بيرندر الحاجه او بيرسم الحاجه من هنا، دي نقطه البدايه، يعني هي 0 0 0 اكس و0 واي. وبعد كده لما تقول له الويتس كذا بيقوم ماشي كده راسم الويتس، والهايت كذا بيقوم نازل، هو عارف نقطة البداية، فبيكمل بقى بقية الايه، المربع والمستطيل على حسب الويتس والهايت يعني تمام. طيب انا بقى عايز ايه، اعدل شوية في الحاجة دي. اعدل منين؟ اعدل من هنا؟ لا، هنا بيضيف جديد. طيب لو انا انت غلطت وضفت جديد، مثلا هو الويتس هو مش معلم عليها، ليه؟ هو خلاص هو انت ضفت، فمش هيفضل معلمنك عليهم. لو انا مثلا جيت غيرت من هنا وقلت ايه اللي هيحصل، هيضرب لك ايرور. ليه؟ لانه هو اوريدي واخد من هنا 20، فانت لو غيرت من هنا وقلت 40 اد نيو كونسترين، بص كده هيضرب لك ايرور. ليه؟ لان انت بتقول له من هنا سيب من الشمال، وبعدين يعني شويه كده هقول لك من الشمال ده مش ليفت، بس مش ليفت، اسمه حاجه تانية وهنعرف ليه. بس عامه هو ضرب لك ايرور اهو احمر. وهنا كده لو فتحت التابة دي هتلاقي العلامة دي معناها ان في ايرور، الكونسترين بتاعتك يا اما مش كاملة يا فيها ايرور. ايه الايرور؟ بيقول لك ان انت قلت لي هو بيكلمك بيقول لك انت قلت لي ان من الشمال رقمين 20 و40، ما انا مش عارف اعمل اي حاجة فيهم، فانا ايرور، فهو هيعطل كده. انت لازم تديله حاجة واحدة بس تمام، فانت يتشيل ده يتشيل ده تمام. فانت عادة لما تيجي تعدل في الكوليسترين ما بتعدلش من هنا، انت هنا بتضيف جديد. طيب بتعدل منين؟ خلينا نرجع باك كده، كوماند زي، كوماند زي، رجع بقى ليه باك. عايز تعدل في الكوليسترين، في طريقتين للتعديل، يا اما تقف بالماوس كده على الكوليسترين نفسه
لو عرفت اهو اهي، بص علم عليها ازاي، ايوب انك تبقى شايفها اهي، وتكليك عليها كليكة واحدة هيقوم ظهرها لك من هنا اهو كونستانت. ايه بقى كونستانت برايورتي ومالتي بلاير؟ برضو هناخدهم بعدين، بس عامة احنا ايه ال20 دي هي الكونستانت اللي بنتعامل فيها. فانا لو غيرت من هنا خليتها 40، ده ابديت هيعدل. لا بص خليها 40، فانا لو عايز اعدل دي برضو من هنا اهي 50، هي بعد من فوق 50. الهايت وريتس اهو برضو من هنا تمام 100. لا انا خليك يا عمي ده الهايت 200، ف والويتس زي ما هو 200 في 200 فبقى مربع. طيب دي اول طريقة. تاني طريقة لو انت الشاشة زحمة او معرفتش يعني ايه تقف على الكونسترين كده، بتقف على الكومبوننت ده او الزرار، فاكرين التلات حاجات المهمين اللي قلنا عليهم هنا؟ اول حاجة ده البروبرتي انسبكتور او الالوان والفولدات والكلام ده. التانية كان اسمها ايه؟ سايز انسبكتور. السايز بقى هنا بقى في الاول، من لو انت وقفت على الزرار ده ما كنتش هتلاقي الحاجات دي ماشي، لانه لسه ما خدش كونسترين. اول ما ياخد كونسترين بص كده، بص ده الشمال مؤقتا كده اسمه ليدنج. ليه اسمه ليدنج ما اسموش ليفت؟ ومن فوق، من فوق توب طبعا، من فوق وتحت توب وبوتوم عادي جدا، وهنا ويدث وهايت عادي جدا. الفرق الوحيد في الاسامي الليفت والرايت. الليفت ما اسموش ليفت، اسمه ليدنج، ال ال ليدنج ليفت. ليه ليدنج؟ هي ليدنج زي ما بتوع الاندرويد بيقولوا حبايبنا طبعا، اسمه ستارت، دي نقطة البداية. ليه؟ لأن الليدنج أو الستارت في الإنجليش من الشمال. طيب في العربي الليدنج من الشمال؟ لا، الليدنج من اليمين تمام. فهو عشان كده بيقول لك عن نقطة البداية أيا كانت من الشمال على حسب اللغة بتاعتك هي ليدنج تمام. لكن لو قال لك الليفت يبقى هيبدأ من هنا، فأنت لو قلبت الأبليكيشن شمالك هيبقى ايه، مش هيقلب معاك الابلكيشن فاهم. فانت ده ليدنج، ومن اليمين لو احنا مدين كولسترين من هنا اسمه تريلينج تمام. ليدنج وتريلينج، ليدنج ال ال، ليدنج ليفت، تريلينج من اليمين اللي هي نقطة النهاية تمام. دي تاني طريقة للتعديل، ان انت تقف عليها كده وتيجي على السايز انسبكتور وتسكرول لتحت كده بايدك شوية، هتلاقي الليدنج اهو اهو. حتى بص معلم عليه، انا اول ما اقف عليه بص هي ايه، هي هوفر عليه، هي هوفر هنا يعمل لك حواليها هوفر كده تمام. فاقدر اديت عليها، ادي اديت اهي، بدل 40 اخليها 50 تمام، وبدل ما من فوق 50 هخليها 100. دي الطريقة التانية للتعديل. طيب دي اول حاجة تقدر تاخدها في ايه، في الكونسترين. طيب هل ده الطريقة دي حلوة؟ لا طبعا. ليه؟ تعال نشوف كده. انا اديت مثلا زرار او ايمج هناخدها بالطريقة دي، بس خلينا الاول زرار حطيته هنا بالمقاسات دي. طيب تعال نبص كده على، لو رنينا على ايباد بص فاضي قد ايه، فمش نفس النسبة، مش نفس النسبة. طب تعالى كده على تليفون صغير خالص زي الايفون اس اي فيرست جينيريشن، اول حاجة هتلاقيه كبير جدا عليها. بص بص قد ايه ملا الشاشة، يعني الزرار بتاعك اللي انت كنت شايفه منطقي، حجمه منطقي ومكانه منطقي على الايفون 11، لو واحد معاه تليفون صغير بص الزرار ملا الشاشة، مفيش مكان تحط حاجة تانية اصلا. طب ايه الحل؟ الحل ان انا اخلي ما احطش حاجات ثابتة على قد ما اقدر. ايه الحاجات الثابتة اللي انا حاططها؟ الحاجات الثابتة اللي انا حاططها هنا الويدث والهايت. فانا عندي اربع حاجات، عندي الاكس والواي والويدث والهايت. الاكس والواي ما نقدرش، لا هو نقدر نغيرهم طبعا، بس خليهم دلوقتي مش الليفل ده او مش السيشن دي. اللي اقدر اتحكم فيه دلوقتي بسهوله الويدث والهايت، اللي هو الويدث والهايت اللي هو ده وده تمام. خلينا كده على ايفون 11 ماشي. بص طيب اتحكم فيها ازاي؟ احنا فاكرين في الاول من شوية قلنا ان انت بتدي الاكس والواي والويدث والهايت بأي طريقة. طيب الطريقة الاولانية ان انا اديها رقم ثابت من هنا، ويدث وهايت رقم ثابت. الطريقة التانية انا عايزك تتخيل معايا كده، ان انا الشاشة دي قلت لك سيب لي من اليمين او تريلينج
20 على الزرار يعني، وسيب من الشمال او ليدنج 20، والباقي ده هياخد الزرار كده. انا ساعتها اديت ايه؟ اديت ايه من الاربع حاجات اكس واي واتس وهايت؟ فكر، انا سبت من اليمين 20 تخيل اللي هو تريلينج، وسبت من الليدنج الشمال، مش عايزين نقول يمين وشمال، احفظ بقى الاكسبريشن ليدنج وتريلينج 20 20، والزرار او الحاجه اللي عندك دي هتملى الباقي كده. انا خدت ايه من الاربع حاجات؟ من الاكس والواي والاكس وهايت. فكر، هتلاقي ان هو كده خد الويتس، لانه خلاص هو ملى الشاشه في الحته دي، يبقى كده خد الويتس، وكمان خد الايه؟ الاكس. اه، ما هو عارف الاكس، عارف هو مكانه فين بالنسبه لعرض الشاشه. يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر واحد. تعال نجرب كده. طيب انا عايز امسح كونسترين، تمام. في حاجه هنا اسمها كلير كونسترين، ما تعملهاش، لان كلير كونسترين ده بتمسح لك الكونسترين دي للفيو، ودي بتمسح للشاشه كلها، وما بيدكش وورنينج، لا بيمسح على طول، فانت ما تعملهاش، انت تمسحها مانوال، تعود على كده. امسحها منين؟ يا اما تقف عليها وتعمل ديليت، زرار الديليت في الكيبورد، يا اما تقف من هنا كده. انا عايز امسح دلوقتي الويدث او كل حاجه، هو امسح ده وده، بتعلم عليها وديليت، تدوس عليها كليكايه وديليت، بس رجع لاصله كده، تمام. اول حاجه انا قلت ايه؟ هدي من اليمين 20 ليدنج وتريلنج، هنشيل دي قلنا، وهنعرف بعدين ليه. 20 20، بص كده، كده معناها خد ايه؟ احنا قلنا اكس وواي وويدث وهايت بأي طريقة، كده خد الاكس اهو، وخد ايه كمان؟ وخد الويدث، ما هو عارف الحتة اللي باقية دي قد ايه من الشاشة، بص كده اهو. طيب كده يبقى فاضل له ايه؟ طب افرض انت اديت اتنين، انت في اول طريقة كنت بتدي الاربعة مع بعض وتدوس اد كونسترين، عايز تعرف ناقص لك ايه؟ عايز تعرف ناقص لك ايه؟ حاجة من الاتنين، يا تدوس على السهم ده كده، تمام، وهيقول لك ان الساين ان، الزرار اللي اسمه ساين ان محتاج واي بوزيشن، بوزيشن الواي اللي هو ده، تمام. يا اما الحاجه التانيه تقف هنا وتقف برضو على السايز انسبكتور، وهتعرف انت واخد ايه من هنا. انت واخد ايه؟ بص، واخد تريلينج او تريلينج وليدنج، يبقى فاضل لك ايه؟ التريلينج والليدنج، قلنا لما يكون تريلينج بس او ليدنج بس يبقى كده واخد الاكس، صح؟ يعني هو خد من هنا بس او من هنا بس، واحد فيهم كده خد الاكس، الاتنين مع بعض ده وده، يبقى هو خد ايه؟ خد الاكس، عارف هو مكانه فين في الشاشة، وكمان ملى العرض بتاعه، يبقى هو خد الويتس. كده انا فاضل لي ايه من الاربعة؟ انا كده خدت الاكس والويتس، فاضل لي مكانه فوق اللي هو الحتة دي بالفيرتيكالي او الواي، وكمان الهايت بتاعه قد ايه، صح؟ يبقى انا فاضل، ما انا قلت احنا قلنا اربع حاجات باي طريقه، اكس وواي ويدث وهايت، اكس وواي ويدث وهايت باي طريقه. هو كده بالنسبه لي خد الاكس والويدث، فاضل له ايه؟ الواي والهايت. الواي بياخدها منين؟ كده. وكده يعني معناها ايه؟ معناها يا اما من فوق توب او بوتوم، انا قلت لك توب اور بوتوم، او الاتنين مع بعض. لو في هنا فيما بعد، لو في زرار تاني او ليبل او حاجه تانيه من بعد كده هياخد منها، فانت ممكن لو اديت توب وبوتوم مع بعض هيعرف، زي ما اديت ليدنج وتريلنج عارف يحسب الاكس والويتس، لو اديت توب وبوتوم مع بعض هيحسب الواي والايه والهايت. ففي الحاله دي عشان انا لسه في اول الديزاين، هندي توب لان هو اقرب للي فوق، تمام. هندي مثلا 40 كده، يبقى خد الايه؟ خد توب اللي هو الايه؟ الواي، ما احنا قلنا ده او ده او الاتنين مع بعض الواي، يبقى كده فاضل له ايه؟ انا كده خد من هنا ومن هنا اللي هو الاكس. انا بعيد كتير في القصه دي، انت مع الوقت هتعرفها، ولازم تجرب بايدك كتير جدا 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 لغايه لما تعمل الديزاين اصلا من غير ما تفكر في الاربع حاجات دول، تمام. انا اديت من هنا ومن هنا اللي هو ليدنج وتريلنج، خدت الاكس والويدث، كده فاضل لي حاجتين، فاضل لي الواي اللي هو سواء توب او بوتوم، وفاضل لي الهايت. انا ليه بقول ده او ده او الاثنين مع بعض؟ لان انا ما ينفعش، خليني ابص اوريك حاجه كده، خليني اديها سريعه. انا هدي الضوء توب
وهدي كمان هايت كام، وليكن 50 كده الأربعة بتوعي. بص أهو ظبط، والعلامة دي راحت، الورنينج تريلينج وليدينج توب هايت، تريلينج وليدينج اللي هو الإكس والويتس مع بعض، والتوب اللي هو الواي، والهايت اللي هو الهايت. يبقى كده خد ايه، اكس وويتس واكس وواي ويتس وهايت الاربعه بأي طريقه. دي طريقه مختلفه عن اللي فاتت. اللي فاتت كان بياخد من هنا اكس وواي ويتس وهايت، بس قلنا الطريقه دي مش حلوه. انت ممكن تعملها في ايه، زرار صغير هنا، زرار باك، فتدي له حاجه ثابته عادي، انما حاجه هتملى الشاشه او هتبقى واخده من الشاشه، الافضل تعملها بالطريقه دي عشان تبقى ريسبونسيف. تعال نرن كده نشوف على بقيه الاجهزه. لو انا مثلا رنيت على اصغر الايباد، هتلاقيه سايب من الشمال 20 ليدنج وتريلينج. بص مال الشاشه زي ما انت قلت له، سيب تريلينج 20 وليدنج 20 ومن فوق كذا والهايت كذا. طيب الحاجه التانيه، لو رنيت على الاس اي فريز جنريشن، تليفون صغير، هلاقيه ظبط برضو اهو 20 20 كذا كذا كده، برضو ليفل كويس. ده احسن حاجه في الديزاين؟ لا مش احسن حاجه، بس انت كده ليفل معقول، احسن طبعا من اللي ستيب الاولانيه. انا بحاول اديك الدنيا ماشيه ازاي، ما ينفعش اديك اخر ليفل او احنا بنشتغل ازاي او انا بشتغل ازاي من غير ما تعرف الموضوع اساسه جاي منين. تمام، حلو جدا. طيب انا كنت بقول ما ينفعش ان انت تدي ليدنج وتريلينج وتدي ويتس ليه. تعالى كده، لو انا اديت ويتس، هو الويتس الحالي 280 على الايفون اس اي، فانا لو اديت كده مش هيضرب. ليه؟ لان انت دلوقتي بالديزاين على الايفون اس اي واديته ويتس 280 وساب من هنا 20 ومن هنا 20، فده على الايفون اس اي كويس. تعالى كده نرن على ايفون 11 هتلاقيه ضرب. ليه؟ ليه؟ لان انت ساب من هنا 20 ومن هنا 20 وقلت له ويتس 280، وال 280 الحته دي، طب والباقي ده راح فين؟ معرفش يحسبه. ليه؟ لان ده بص كده الويتس بتاعه 414، في 20 و20 40 و280 280 و20 320، ده 320 حلو، ده اصلا 414. يبقى هو ايه، في حاجه غلط، في حاجه عكس التاني، هو مش عارف ايه يفل الدنيا. لكن على الاس اي كان الويتس بتاعه كام، 320، عشان كده ما كانش ضارب، لان انا مدي 20 و20 و280 320، فخلاص فاهمني. فانت ما ينفعش تدي، عشان كده قلت لك الاكس من هنا او من هنا، ماشي، من هنا ومن هنا او الاتنين مع بعض. تمام، لو اديت ليدنج بس تمام يبقى لازم تديله معاه ويتس، لو او تريلينج بس يبقى لازم تديله معاه ويتس. لو خدت ليدنج وتريلينج خلاص انت كده اصلا استغنيت عن الويتس، لانك اوريدي هو خد الويتس، انت قلت له سيب من الشمال كذا ومن اليمين كذا، فهمنا الباقي. ايا يعني كان الشاشه عرضها كام، عرضها متر، عرضها كيلو، هيملى الباقي الشاشه، وكذلك التوب والبوتوم، يا اما توب بس بوتوم بس او الاتنين مع بعض، فهو لو الاتنين مع بعض هيعرف ان هيفل الهايت الباقي. تمام، لو واحد بس يبقى لازم تديله معاه هايت. قشطه، متفقين. فهنروح نمسح دي عشان ما تضربش. نمسحها ازاي؟ قلنا يا تقف عليها من هنا، يا تقف عليها من هنا، فين 280 اهي، تمسحها كده. تمام، ده اول حاجة. طيب تعالى نخلي دي ده ليبل. تمام، نمسح كده الكلير الكونسترين، ما تعملش كده يعني في الاول، وهشده تحت كده عشان الزرار. نجيب بقى حاجة اسمها ليبل، قلنا الليبل دي الليبل يا اما الحاجات يا اما تسكرول كده وتدور عليها، يا اما تكتب هنا وهو يسيرش ليبل. قلنا الليبل ده حاجة بيبقى مكتوب فيها كتابة او ارقام، string او integer، هناخد كل الكلام ده، بس الكتاب الحاجات اللي فيها، المعلومات اللي فيها non editable، يعني انت ما تقدرش تأديت عليها انت كيوزر. يعني انت لو فاتح الابليكيشن بتاعك ولقيت ويلكم حسن، ويلكم محمد، ويلكم احمد، لو دوست عليها مش هتعرف تغير فيها، فده ليبل. تمام، خلينا نديله لون كده عشان يبان، اي لون، باك جراوند اهو، ماشي. لو عايز تدي الحاجه لون، لون الباك جراوند من هنا اهو، وتسكرول لتحت كده صباعين، تمام، وتديله لون اسود مثلا. وهخلي الكتابه طبعا الديفولت بتاع الكتابه
اسود، تمام الكلر، طبعا فكك من الكلر الازرق ده، ما تفهمش دي ده الديفولت، بس الديفولت ازرق، فانا اسود، فهخلي كتابة بيضة، تمام. وعايز اكبر الفونت شوية، الفونت كام؟ الديفولت 17، فمن هنا كده استنى تكبر تكبر، ده هيكبر لك تمام. ومكتوب هنا كلمة ليبل، فانا قلت عشان تعرف الحاجة دبل كليك على مرتين هتأديت فيها، او تأديت من هنا، تأديت يعني تكتب ايه تغير فيها، فنضيف مثلا ويلكم. طيب انا عايز اخلي الكلمة دي في النص، شفت الحاجات دي؟ ده هو بالديفولت بياخد ايه، بياخد الشمال، عشان انت لغة انجليش، لو انت قلبت العربي هيبدأ من هنا، انا عايز اخليها في النص، اهي في النص. طيب فدي شوية ايه بروبرتيز كده تقدر تلعب فيهم. ده الكالر، الكالر ده بتاع الكتابة، وتحت الباك جراوند كالر، تمام. طيب انا عايز اديله ايه كونسترين زي ما احنا شفنا، باول حاجة اكس وواي وتس وهايت. الاكس اهو ماشي، اخليه 20 20، ونشيل العلامة دي، ومن فوق 50، يبقى كده ايه اكس وويتس، ومن فوق او توب يبقى واي، فاضل ايه هايت 100، تمام حلو كده. ويلكم. الزرار ده بقى انا عايز اخليه متظبط من هنا ومن هنا، حلو. في طريقتين، الطريقة الأولانية هدي نفس الأرقام اللي هي زي الإيه، زي ال، طب هو متظبط أهو قدامك، ما إحنا قلنا إن هو مش واخد كونسترين، عايز تتأكد تقف عليها كده، أهي الكونسترين أهي، وكمان على السايز انسبكتور دي الكونسترين ده، بص لو قفت عليه مفيش أي علامات، وكمان هنا تحت مفيش أي حاجة، هو مش واخد كونسترين، فإحنا زي ما شوفنا في الأول لو مش واخد كونسترين مش هتلاقيه في مكانه كده، لأن هو مش متثبت، تمام. طيب انا عايز اخليه بالظبط زي ده، زي الليبل، تمام. هو الديزاين جاي كده مثلا، فنشوف الليبل كان واخد كام، من فوق 50، ومن هنا 20، ومن هنا 20، والهايت 100. طيب تمام تمام جدا. طيب خلينا نمسح الكونسترين بتاعت الزرار دي تاني، كلير كونسترين، وبدل ما اقول ويلكم هقول ريجستر، هسمي ريجستر يعني الفورمه، انت اول ما تفتح الابليكيشن بيقول لك لوجن او ريجستر، هتريجستر هيفتح لك الشاشه بتاعه الريجستر، فهنخلي ده ريجستر، وزرار الساين اب تحت فيبقى اسمه ساين اب، الساين ان، ساين اب ماشي اوكي. نقدر نغير برضو ده، نخليها اللون بتاعه اي لون، قلنا الباك جراوند اهو تمام، دي الوان السيستم، وممكن نخليه ابيض، تكست كلر ابيض، لون ابيض، ونغير الفونت من هنا، قصدي الفونت سايز. طب انا عايز اغير الفونت نفسه، الفونت ده مش عاجبني مثلا، في يا اما فونتات بيشتروها لك وهنشوف ازاي بنحطها في الابليكيشن، يا اما فونتات تبع السيستم نفسه، تدوس هنا على تي دي تمام، الديفولت هو السيستم فونت، سيستم تعبان يعني او فونت تعبان، تخليه كاستم. بص كده الميزه ان هو ايه، بيجيب لك الفونتات اللي موجوده فري هنا، ويجيب لك شكلها عامل ازاي. انا دايما بحب استخدم افانير نيكست، انت استخدم اللي انت عايزه. هو بولد، تقدر تخليه بولد ايتاليك، بص كده تقدر تخليه ديمي بولد، يعني زي الديزاين وزي ما تشوف، زي ما الديزاين جاي لك، ديمي بولد ايتاليك، نخليه مثلا ديمي بولد حاجة وسط كده، وبدل ما يبقى 17 يبقى 25 مثلا، دن حلو ماشي. المفروض في الريجستريشن فورم اللي بيحصل بتلاقي هنا كذا تكست فيلد، تكست فيلد بتكتب فيه الايميل، الفون، اليوزر نيم، الباسورد، كونفيرم باسورد، حاجات كده على حسب. طيب قلنا الريجستريشن فورم هنستخدم ايه، الحاجات اللي هنكتب فيها تكست فيلد، تمام ادي التكست فيلد اهو، هناخد اول واحد ده تمام، انا عايز كلهم على نفس الخط، فانا هدي ايه، ممكن تشد كده مبدئيا، ومش لازم تعمل كده، ممكن تدي كونسترين على طول وهي ابديت معاك، من فوق بين كل واحد وواحد 20،
وعشرين من هنا وعشرين من هنا كده، خد الاكس والويدث ومن فوق يبقى ايه، يبقى الواي، والارتفاع بتاعه 50 يبقى الايه الهايت، يبقى كده خدت اربع حاجات اكس وواي ويدث هايت. تمام، ده اول واحد. طيب انت مش بتلاقي اوقات في ابلكيشن كاتب لك هنا اكتب هنا الايميل، او جوه هنا الايميل، واول ما تبدا كتابه الكلام اللي جوه بالرمادي الفاتح او لونه جراي فاتح كده يختفي، اللون الجراي الفاتح اللي مكتوب هنا، واول ما تبدا كتابه يختفي، اسمه تكست في بليس هولدر. بليس هولدر من خصائص ايه، السايز ولا البروبرتيز؟ لا البروبرتيز اهو بليس هولدر. فهنكتب ده ايميل، اول ما تكتب كده في بليس هولدر ايميل يكتبه لك لونه جراي. طب احنا عايزين نجرب الابليكيشن ده، هتيجي هنا على الايفون 11 برو اهو، ده بقى ده غير ده، ده انت بالديزاين عليه، لكن ده انت هتجرب الابليكيشن هترنه يعني هتشغله، يا اما تجرب على الجهاز بتاعك انت بتبقى موصله. تمام، وده مهم في ما نقدرش نستغنى عنه في حاجات معينة زي اللوكيشن، الكاميرا، الحاجات دي، الماب، الكلام ده. لكن لو مفيش كاميرا مفيش ماب مفيش الكلام ده، تقدر تستخدم ايه عادي، السيميوليتور، دول سيميوليتور او محاكي يعني زي ما تسميها. احنا هنا مثلا على ايفون 11، فخلاص ممكن نرن على نفس الايفون، فحب اكون استخدمته قبل كده، لانك لو اول مرة ترن عليه بياخد وقت شوية. جهاز بيموت عشان مفتوح من الصبح. تمام، اهو رن قدامك اهو، بص نفس الشكل بالظبط اللي انت عملت عليه ديزاين بالظبط، بنفس المقاسات نفس كل حاجة. ده الايفون الحقيقي اهو، يعني انت لو معاك ايفون 11 برو ماكس هتلاقي الشكل ده بالظبط. طبعا مش ده الديزاين، احنا بنحط بنظبط قصة بس مبدئيا. انا عايز اوريك بس الايه الكيبورد، لما بتحتاج تفتح الكيبورد بتدوس كوماند شيفت كي اهي، بص كده اول ما تبدأ تكتب كلمة ايميل دي هتختفي، لما بتمسح هترجع تاني، ده اسمه بليس هولدر وده اسمه تكست فيلد. تمام، توقف الرن من هنا، دي اول حاجة في السيشن في الديزاين. ان شاء الله المرة الجاية هنكمل بقى بقية الديزاين وازاي ايه نظبط الحاجات مع بعض وناخد ايه. احنا كده خدنا تو ستيبس، ستيب الاولاني في الديزاين ان انت تعمل ديزاين ستاتيك خالص، ارقام ثابتة، بتشيل حاجة مش حلوة. تمام، تاني ليفل حسنا الكود شوية او الديزاين شوية، ان احنا نخليه الى حد ما نظبط، ان احنا بنحط الاكس والواي والويتس والهايت بطريقة ايه من الشاشة نفسها. تالت حاجة بقى هندخل في ليفل عالي، وبعدين رابع خطوة ليفل اعلى شوية اللي هو الستاك، خامس خطوة بقى الايه الريلاتيف ديزاين، انا بسميه كده، ان انت بتعمل الديزاين بتاعك ريلاتيف لكومبوننت في الشاشة، يعني ده هياخد من ده وده هياخد من فوق، بحيث ان انت ايه هتشوف، يعني هتشوف ايه فايدتها. فأتمنى اشوفكوا على خير.